مرحبا مشاهدين قناة لدوز بوان ام ا. بعد الفيديو ديال عزيزة اللي كانت في واحد الحالة خايبة وحالة يعني مريضة بزاف، لقات واحد التعاطف كبير هذاك الفيديو، ووصلونا بعض الرسائل من عند الناس باغين يساعدوا عزيزة وساعدوها. هناك الناس ساعدوها حسب الهضرة اللي كيقولوا الناس ديال الساكنة ديال الحي دوار صحراوة في مدينة القنيطرة. اليوم جينا نعرفوا المستجدات ديال هذا الملف، بقاو معنا. عزيز اخويا هضر يا حبيبتي، شنو بغيتي؟ طلبي المحسنين يعاونوك اختي، طلبي معاهم. شي المغاربه وكامل عندك واحد النداء، الله يرحم لكم الوالدين. شي هاد السيد هادي راه كان ملي كينعس في دارو، انا والله ما كيجيني نعس من جهتي هادي، والله ما كنعس اخوتي. تعاونوا معاه، الله يرحم لكم الوالدين، ما تعاونوا معاه. ماشي تعيطوا عنا، جديوها حيدوها عالجوها، الله يرحم لكم الوالدين. مغاربه كاملين، يا داخل المغرب يا خارج المغرب، تعاونوا معاه، الله يرحم لكم الوالدين، والله يجازيكم بخير. السلام عليكم. السلام عليكم، انا قرام يوسف، قرام يوسف مدينة القنيطرة. الأخ ديالها شتي الفيديو، كيفاش شتي الفيديو، كيفاش تفاعلتي؟ ما أنا شفت الفيديو ديالها، والناس الجيران واقفين معها، الله يكثر خيرهم، الله يرحم لهم الوالدين. أنا راه ما عندي جهد باش غادي نوقف مع أختي، ما لقيت جهد، درت تنقلب لها على الكرافي نسكن أنا وياها، ما حتى واحد ما بغى يحل لي شي باب اللي ندخل نسكن أختي، ما نبقاوش في هذه الحالة هذه. وهزيتها ديتها للرباط، ديتها الرباط السويسي باش يداويوها. النهار الاول ديتها، ري لي اختي دوك الوراق، الرباط ديتها رجعوها لي من الرباط المره الاولى، والمره الثانيه ديتها عاوتاني الرباط. هادو هما التحاليل ديال الاولانيه اللي صيفطوني للسبيطار ديال لالا سلمى، خديتهم من لالا سلمى، مشيت دفعتهم ليهم في الرباط، عطاوني دوسي باش غادي تنعس، عطاوني هذا هو الدوسي اللي عطاوني باش غتنعس بها. ملي دخلت البلاصه اللي غتنعس قالوا لي خاصك الراميد، والبنت ما عندها لا راميد لا لاكارت، ما عندها حتى شي حاجه، تتبات عيب الزنقه. الناس هما اللي الجيران، هما اللي مكلفين بها، هما اللي تيغسلوا لها، هما اللي تيعاونوها. انا براسي، انا المشكل اللي عندي مرتي بوحدها ساكنه، وساكن انا بوحدي، ما عندي وكاري عبيت، والدار اللي تمشي تندق فيها تنقول لهم كريوا لي ب 30,000، كاينه مرت عمي، كاينين الناس محسنين باغين يوقفوا. مرت عمي تتقول لي نخلص لك عام ولا عامين ديال الكرا، هي يوميا تتهضر مع البنات في التليفون، وما لقيتش اللي غادي يساعدني في هذه البلاد هذه، ما لقيت حتى شي واحد. مشيت للسبيطار بقيت هكاك، اختي تتموت قدامي، تتوفى، انا تنموت، وتنطلب من جلاله الملك ومن الوزير هما اللي يتدخلوا، والمحسنين الله يكثر خيرهم، الا كاينين شي محسنين يعاونوا هذه البنت. ما تنطلب لا فلوس، ما باغي لا فلوس، انا ما باغي حتى شي حاجه، ما يعطوني حتى شي حاجه، باغي اختي تعالج، ما تنطلب لا فلوس لا حتى شي حاجه، اختي تعالج ليا. الله يرحم لكم الوالدين ويجازيكم بالخير. الجيران يعني تفاعلوا معاك وعاونوا؟ الله يرحم، الله يكثر خيرهم، الله يرحم لهم الوالدين، وناس مزيانين، ناس كرماء كلهم. عندك دار بيلي، دار بيلي ودار المامون، الله يعمر لهم الدار. كاينه لامياء وكاينه دار بيلي، هما اللي واقفين مع السيده، الله غيجازيهم بالخير. وعزيزه بنت الحومه ديالنا، اختنا وقريبه لينا، وحنا والبنات بنات حومتنا وكل شيء واقف معاهم، ضامنين معاها وما عندوزوهاش. وحنا راه كنديوها للسبيطار، تيقول لك ضروري خصها سميتو لاكارت ناسيونال وخصها الراميد. وحنا هاد البنت هي زهره، ملقبين ببيلي، عطاتنا الالتزام ديالها ديال الدار لحساب الساكن، ومشى معنا خويا يوسف، وبدينا كنصايبوا لها في لاكارت ناسيونال. القياده كل شيء واقف معانا، بقى دابا غير الرئيس ديال الدائره السابعه ديالنا حتى هو يتواصل معانا ويساعدنا باش يعطيونا ديك شهاده السكنه ونديوها ديال البصمات. الحمد لله كل شيء كيتصل وكل شيء كيسول فيها، وجوج الناس محسنين عاونوها بداك الشيء اللي قسم الله، وفلوسهم محطوطه عند الناس اللي مامنين. وحنا ما باغيين لا فلوس لا والو، حنا بغينا هاد البنت الجمعيه تجي في اقرب وقت ممكن تجي تساعدها، لان حنا البنات هما
بين بعضياتنا كنغسلوا لابسه بالله وكنتكشفوا عليها. وصلت لواحد الدرجه مسكينه لا يرتى لها، اي واحد ما يبغيش يوصل ديك الدرجه. والله الا يخنز بينا فراش، الله يرحم لكم الوالدين اللي كيشوفنا واللي كيسمعنا يعاون هاد السيده ويتصل بينا. راه النمره محطوطه في الفيديو. الله يرحم لكم الوالدين، وهذا الشيء اللي غنقول لكم الله يسهل عليكم واجركم لله. اللي كيدير شي حاجه راه كيديرها لاخرته. الله يرحم لكم الوالدين. هذه اختنا وعزيزه هي راه كتحرق، حنا راه واخا نحسوا بها تنحسوا هي اللي كتحس بالضر ديالها. الله يجازيكم بخير، وكنطلب منكم المحسنين والمغاربه واللي كيشوفنا في المغرب وخارج المغرب يحس بهذه البنت. راه حاشاكم الدود كنشوفوه كيهبط منها مسكينه، وديك القح ديالها كيحرقها. ها هما البنات كنتخشعوا كنتكشفوا عليها وكنشوفوا كل شيء بعينينا. الله يرحم لكم الوالدين. الا كانت عزيزه غتبقى شي شهر ولا هادي ما كنضمنش ليها انا العمر ديالها، حقاش البنت نصها كامل ها انتم كتشوفوا قرب لها خويا، النص ديالها كامل بدات يرقد عليها مسكينه، فيها بحال الميكروب تجمع ليها هنا دمانه في القاع ديالها. لا حياء في الدين. الله يرحم لكم الوالدين، وقفوا معانا الله يسهل عليكم. هذه راه اختنا وحنا راه مغاربه ماشي يهود، شوفوا من حالتنا الله يجازيكم بخير. دارنا كنت كنطل بنت لي عريانه مسكينه في الرومبا، هبط لقيت واحد البنت صاحبتنا هنا ما نسميهاش جالسه كتبدل ليها. هبط ملي بديت تنبدلوا ليها، ديك الساعه ما كانت غاسله ما والو، ملي درت ليها ليكوش اخويا راه الناس كلشي في الرومبا شافنا. ملي حلت مسكينه رجليها ودرت لها ليكوش شفت هذاك الشيء بعينيا اللي عياكلهم الدود. راه اصلا ما يكذبوناش، اصلا هي عتوصل للسبيطار وهذا الشيء كله عيشوفوا عيقول لك هضرت مع على صواب. ودرنا خاطرنا وجاوها هما دار بيلي، ركبتوا الدري من وجيراننا من الاسعاف وركبوني معاها، مشيت معاها للسبيطار. غوت كتوصل للسبيطار الغابه كيديروا لي نيفهم هكا، قسما بالله العظيم كيغطيو نيفهم. تقول لي عزيزه ما نشدوهاش ديها بلاصه الوالدات، بلاصه الوالدات قال لك خصكم ديوها للسبيطار مولاي عبد الله تحيد الوالده. حنا خويا ما عندنا حتى شي ورقه ديالها، عاد جا الاخ ديالها عطانا عقد دياد، عقد دياد هو اللي طلعنا بالوريقات في القياده الدائره ديالنا هنا. هادشي اللي كاين اخويا، وكنتمناو من الناس يوقفوا معانا السلطات وكلشي يساعدونا ملي نجيو على حساب عزيزه قرام يساعدونا. الله يرحم لكم الوالدين. هاد عزيزه كبرات حدايا وزادت حدايا، انا كبيره منهم كاملين، كبيره من دار بيلي ولامياء، انا كبر منهم. هي هاد عزيزه راه كبرات حدانا، تنشوفوها بنت نقيه قاريه واعيه والديها الله يرحمهم، ولكن حنا ما تنشوفوها بحال هكا ما تنقدروش، حيت حنا ما عندناش، ربي شاهد علينا، حتى شي حاجه ما خبيناها عليها. اللي تنقدروا نديروه تنقدروا نديروه. حسين تيعاملها بحال شي مراه، تيخدم عليها، تيطيب ليها، يقاد ليها اي حاجه. حنا كاملين تنبغيو عزيزه. حنا دابا تنطلبوا من المسؤولين والناس اللي تيشوفونا ولا تيسمعونا، تنرحموا لهم الوالدين وتنقولوا لهم حطوا راسكم في بلاصتنا. حنا هذه بنت حومتنا ما قدرناش ندوزوها، بغيناها تداوى وترجع عزيزه كما كانت، تضحك معانا، توقف معانا، تجلس معانا، حتى واحد ما كتأذي، واخا هي مريضه ما كتأذي حد، ولكن هذا الانسان احنا بغيناه الداوى. هذا الشيء اللي بغينا من اي واحد تيسمعنا اللي خارج البلاد ولا اللي معانا، تنزاوقوا فيهم انهم يطلبوا معانا، حتى هما الناس احنا ما بغينا لا فلوس لا يعطيونا لا يعاونونا. احنا الحاجه الوحيده اللي بغينا هي شي ورقه عند المحسنين نوصلوها لاي سبيطار يشدوها من عندنا يقابلوها، وداك الشيء اللي غيبقى علينا حنايا ديال التقابيل ولا نغسلوا ليها ولا نبدلوا ليها ولا نداويوها ولا نشربوا دواء في الوقت، حنا اللي غنقدوا بهذاك الشيء، هما غير يوصلوها لواحد البلاصه اللي غداوى فيها. عزيزه كانت بنت زويونه نقيه قاريه واعيه، كبرات معانا ونقيه، الدار اللي دخلات عندها تيبغيوها، تتجي لعندنا تتجلس معانا. بنت نقيه ما نكذبش عليك، انا حاجه وحده اللي ما تقدرش تقول لي ما تقوليهاش، انا كندعي الله يوميا اللي كان لها حيله وسبابسه ولات حالتها هكا، بغينا نتفرجوا فيه في الدنيا قبل الاخره، حيت عزيزه كبرات حدانا وزادت حدانا، ما عمرنا ما شفناها بحال هكايا. دابا عزيزه زادت مرضت وزادت عيات، لانتاش ما لقاتش شي رعايه ولا عنايه. حنا اللي كنقدوا عليه ان كنبدلوا ليها، كنوكلوها، ولكن هي كتنعس في الزنقه، حتى شي واحد ما عندها، نعس الزنقه، البرد، سكرفوس، بزاف ديال الحوايج تيدوزوا عليها ما نقدروش حنا نقولوهم، لانتاش هي اللي حاسه بهم. دابا هي كتحرك، حتى واحد ما حاس بها الا الله سبحانه وتعالى. تنطلبوا من الناس المسؤولين يشوفونا ويسمعوا هذا النداء ديالنا، يعاونونا بحاجه وحده، ما بغيناش الفلوس، بغينا شي حد يوقف معنا غير باش الدواء، باش توقف السبيطار وداك الشيء الباقي علينا حنايا.
حنا نقابلوها حنا نوكلوها في الوقت حنا نشربوها دواء كلشي نديروا معاها. السلام عليكم. اولا تنشكر قناه لودوز على هذه البادره الطيبه. ثاني حاجه حنا كنتواجدوا اخوتي المغاربه بمنطقه الساكنيه بحي الامل بمدينه القنيطره باش نوصلوا الصوت ديال اختنا عزيزه. هذا هو الغايه من هذا الفيديو. اختنا عزيزه اللي كتعيش حاله متدهوره ومتازمه وكتعاني من عده امراض، بغينا نوصلوا الحاله ديال اخوتنا المغاربه والمسؤولين المعنيين بالامر ديال وزاره الصحه في شخص وزير الصحه، لان هذه الحاله هذه ما يمكنش نشوفوها ونسكتوا عليها. عزيزه اختنا نشرحوا بعدا لخوتنا المغاربه الوضعيه الاقتصاديه الوضعيه الاجتماعيه ديالها. اختنا عزيزه كانت عندها والديها، كانت عندها دارهم، كانت كتقرا، كانت كتعيش يعني واحد الحياه كريمه كسائر المواطنين. ما بين عشيه وضحاها توفى لها الاب ديالها، الام ديالها لقات راسها في الشارع عرضه للتهميش وعرضه لجميع انواع الاهانات. تخيلوا معايا اخوتي المغاربه بنت عندها 16 عام ولا 15 عام باقا ما وصلتش سن الرشد كتصاب بمرض عقلي، والناس اللي كيعرفوا عزيزه راه كلشي تعرف هذا الشيء. خرجت للشارع كتعرض للشمس للبرد الشتاء جميع انواع الاهانات وجميع انواع التهميش بدون معين، بلا حول لها ولا قوه، ما عندها حتى شي واحد من سوى الله سبحانه وتعالى. ما خطا خوتها الله يحسن العون اللي تاهما الوضعيه الاقتصاديه ديالهم والاجتماعيه ديالهم ما عندهمش سكن قار، ما عندهمش عمل قار، ما يقدروش هما مساكنين يعيلوا عزيزه وبقات عرضه للتهميش. ما خطا اللهم الناس ديال الدرب اللي كيديروا مساكن قدر المستطاع تيبروا بعزيزه يحسنوا بعزيزه، ولكن كما تيقولوا اليد الواحده لا تصفق. الموضوع ديال الفيديو خوتي المغاربه اللي بغينا نديرو اليوم هو هذه المده ديال شهرين عزيزه طاحت، جات لومبيلونس عيطوا لها الناس لومبيلونس مشات لسبيطار الغابه شخصوا المرض ديالها، كانت هذه هي الفاجعه. كيلقاو عند عزيزه مسكينه الله ينجينا وينجيكم اخوتي المغاربه كونسير في الرحم، سرطان في الرحم. منين تصابت بعد المرض هذا مشى الاخ ديالها، هو معايا يوسف هذا هو الاخ الاكبر، تا هو مسكين الله يحسن العون ما خدامش غير كاريبي، تا هو كيتقاتل مع الوقت الله يكون في العون. دار سبيطار الغابه قالوا له ودي تمشي لسبيطار مولاي عبد الله في الرباط. منين مشى لسبيطار مولاي عبد الله في الرباط كانت هذه هي الصدمه اخوتي المغاربه، بلا قص بلا رحم قلوب هذه بما تحمل القسوه، كلمه قسوه من معنى. كنا كنتظروا حنا كساكنه عزيزه غتلقى علاجات غتلقى يعني فحوصات غداوى عزيزه وغيستقبلوها تما في هذاك السبيطار. علاش؟ لانها بدون ماوى، وضعيه اجتماعيه ديالها عزيزه مريضه عندها مرض عقلي، ما عندها سكنه ما عندها حتى شي حاجه من سوى الله سبحانه وتعالى. فاذا بينا كنتفاجئوا اخوتي المغاربه طلبوا من الاخ ديالها هو معايا قالوا له تصاوب بلاكارت ناسيونال وبطاقة الرميد. واش بالله عليكم حنا دابا الا كنا غاديين في الشارع ولقينا انسان تيموت واش غنقدموا له يد المساعده بغض النظر على الجنسيه ديالو ولا الانتماء ديالو ولا الهويه ديالو؟ راه نروح عند الله عز وجل عزيزه، حنا غنبقاو نقلبوا حنا على الاداره والروتين ونصاوبوا لاكارت عزيزه راه كتموت. انا كنقول من هذا المنبر ميساج لخوتي المغاربه خارج الوطن داخل الوطن والمسؤولين، وزاره الصحه دايره وصمه عار بالنسبه للمسؤولين كاملين ديال قطاع الصحة، لأن المهنة ديال الطب قبل أن تكون مهنة ديال المهنة راه هي مهنة نبيلة ورسالة سامية. مهنة الطب هذه راه مهنة الطب راه مهنة نبيلة ورسالة سامية، خصنا نضروا بعزيزة. وحنا اليوم من هذا المنبر بغينا نوصلوا واحد الميساج للمسؤولين والمغاربة اللي عندهم قلوب رحيمة، وبخصوص جلالة الملك محمد السادس الله ينصره يشوف بهاد المواطنة بعين الرحمة. عزيزة راه بنت الشعب، راه إلا وقعت شي حاجة لعزيزة راه ما نبقاوش نهضروا على حقوق الإنسان في المغرب، راه ما نبقاوش نهضروا على حقوق المواطنين ونهضروا على الصحة ونهضروا. ها هو هذا خير مثال، هذا مثال مش اننا حنا الدول الاخرى قد تشوف هذا المثال هذا ديال المواطنه كتموت هي في الشارع. انتم حنا كنصوروا دابا في الشارع، هذا راه عيب وعار اننا في 2022 نبقاو نشوفوا بحال هذه الحالات. راه حاله والله الا حنا سنشعروا بالخزي، ما عندنا لا حول ولا قوه نقدموا العزيزه. حنا كجمعيات ديال المجتمع المدني كان من هذا المنبر اخويا بالنسبه لجمعيات المجتمع هذا هو الدور ديالها، هذه هي الرساله الاسمى ديال المجتمع جمعيات المجتمع المدني، هي تكون التفاته. راه خصنا نديروا هذا الفيديو اون فوا نساليو هذا الفيديو نغمضوا عينينا نحلوا نلقاو جميع جمعيات المجتمع المدني تجينا تشوف عزيزه وتمشي تعالج عزيزه، لاننا حنا في عوض ما غنبقاو نصوبوا الوثائق لعزيزه، عزيزه تقدر تموت، راه كل نفس ذائقه الموت. حنا بغينا نديروا الاسباب باش غدا ولا بعد غدا ما نبقاوش نقولوا خلينا هذه البنت ملاوحه في الشارع، لان هذه البنت هذه راه خير دليل على ان المواطن كاهانه ديال المواطن. كنطلبوا من جميع القلوب الرحيمه وخوتنا المغاربه اللي كيشوفوا هذا الفيديو، خويا يوسف كما قال قبيله وكما
كما قالوا الساكنه عزه راه ما محتاجاش الفلوس، محتاجه الرعايه الصحيه ورعايه طبيه. راه عندنا السبيطارات، كاين الحمد لله الامكانيات، كاين الطب، كاين الدواء، نديو عزيزه ونداويوها. هذه هي الرساله ديالنا.